أولا أشكركم على حضوركم، إن هذا شرف لينا. أنا لم أتعود أن أقف في هذا المكان، لا أخطب ولا لا أتكلم، ولكنه أجرى أجب عليكم القتال وهو اسمحوا لي يعني أكون أكلم كده على سجيتي بدون إعداد ورقة ولا أي حاجة. ما قالوا لي يقول وضب كلمة عشان تقولها، قلت لهم هحاول الحقيقة. المهم الميكروفون مش سامع؟ طيب كويس، ما هي قبة صمت. المهم أولا ضرب شرفت وجودكم معانا، ونحن نتشرف بمعرفتكم أولا وبكتابكم ثانيا، لأن الحقيقة اتجاه جديد، الاتجاه الجديد ده سلكوا أبنائنا وبناتنا الشباب، لأن احنا خلاص عجزنا ما نقدرش ناكل المكسرات دي. فاسمحوا لي يعني إذا كنت هأوجز في الكلام فأرجو أنكم تسمحوا لي أن تعتذروا، يعني تقبلوا اعتذاري أن أنا ما عدتش كلمة تليق بوجودكم معانا. فإن شاء الله تكون بداية طيبة لمستقبل أخرى أحسن لمصر أولا ولكم ولنا جميعا. وأخاف جميعا وأتقني ومنعكم لأن نستمر في إصدار هذه النظمة وعرض مجهودكم ومؤلفاتكم قادمة إن شاء الله بإذن الله. الله الموفق. عينيك ظننت أني ملكتهما، ويا خيبتي علمت أن لك ألف صديق. الأستاذ علاء، ممكن تكلمنا عن كتاب مكسرات وأصدقائك بالكتاب؟ إيه حكاية الألف صديق؟ الأستاذ علاء عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا سعيد جدا أن أنا موجود معاكم النهاردة، وبشكر كل الحضور واللي كان عندهم نية يحضروا وما قدروش بسبب بعد المكان أو ظروف الجو. وأحب أشكر زمايلي في الكتاب اللي ما قدريش يجوا النهاردة وهم معاهم بروحنا النهاردة، أستاذ السيد البحيري، شيماء حمدي، ياسر عرب، وفي 11 من المبدعين النهاردة كلنا نتعرف عليهم وهنسعد بلقائهم إن شاء الله وبإذن الله. أولا تجمعنا كان عن طريق النت، الجروبات الأدبية عن طريق النت، كان أول تجمع علينا عن طريق جروب كلمات. أدمن الجروب أستاذة أمل إبراهيم، وللأسف ظروفها ما سمحتش إن هي تكمل معانا، ليها الفضل في وجودنا النهاردة، وهي بعد ما انسحبت من الكتاب لظروفها الخاصة إحنا مشينا على خطى سرها كلنا لغاية ما وصلنا للمكان ده. تحية كبيرة ليها ولجوزها المرحوم أستاذ أشرف، إخلاصها وحبها النادر ليه لأنه كان شخصية فعلا نادرة. وهي كانت بتبعت له رسالة، بس مش رسالة في حياته، رسالة بعد ما مات، بتقول له: لأول مرة في حياتي أحس بخوف، أحس إني بعيش وحدي وسط ألوف، راحت ضحكتي الصافية وراحت عيشتي الدافية، وناس كترت حواليا وواحد عندي كان بقلوب. تحية كبيرة ليها وجودها ربنا، ربنا يتجمده برحمته إن شاء الله وبإذن الله. أنا أسف على التطويل. تاني نقطة، موضوع الألف صديق ده، دوت من قصيدة المرأة اللغز في الكتاب، وأنا بصراحة اتفاجئت إن الدار نقت المقتطع دوت، المقتطف دوت، ونزلته على الكتاب، علشان قلت النساء كتير هتزعل يعني. هو روحه فكاهية يعني، وطبعا بنهزر كلنا. والمقتطف بيقول، طبعا عايز يقرأ القصيدة كاملة، ده يبقى في الكتاب بقى: ففي عينيك أمواج تائهة، وحلمي كان السندباد الغريق، وفي عينيك ألسنة اللهب، وقلبي من اشتعل فيه الحريق، عيناك أبدا لن تفهم مقدار حبي العميق، عيناك ظننت أني ملكتهما، ويا خيبتي علمت أن لك ألف صديق. في أي تعليق من النساء؟ أحب أبلغ
تحياتي لأمي الغالية وزوجتي الحبيبة الغايبين عن المكان، لكنهم حاضرين دايما في قلبي وهم دايما بيشجعوني. ومش هطول عليكم، هقول حاجة كده لما خفيف وهقوم على طول.